هديك تمرين لذيذ قوي في الصوت وفي طبقات الصوت هيخلي عندك فيه تنوع في طبقات الصوت، بس ده محتاج تدريب كل يوم لدقايق. يلا اعمل كده. سهل جدا، اعمله كل يوم. الناس هتضحك عليك وكل حاجه، بس مش مشكله. اعمل التمرين ده كل يوم، هيخلي طبقات صوتك متنوعه. خش على اليوتيوب عشان في فيديو جديد عن اسرار الصوت والثقه في النفس، وازاي تبقى صوتك جذاب، وازاي يبقى صوتك عالي ونبره صوتك قويه.